بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد يا رب عليكم. النهارده عندنا كده حاجه ان شاء الله باذن الله نعرف واقدر ان انا اوصلها لحضراتكم. هنعمل مع بعض الكفته المشوي السيخ، وهنعمل الكفته الطرب، ونشوف مع بعض ايه اللي بيتفرم ايه وايه اللي بيتحط وندي الشروط بتاعتها ايه. هنعمل مع بعض بابا غنوج، ودي من احلى السلطات اللي بتبقى موجوده مع المشويات، البصل المشوي مع البتنجان المشوي. ونقول ازاي احنا بنشويهم، طبعا في الفرن لو كان شغال او على النار، اطلعوا بعد ما تشووا تحطوا في ميه متلجه عشان القشره تخرج بسهوله ويحافظ لي على اللون الابيض بالشكل دوت. هنعمل الطحينه بتاعت الكبابجي اللي هي ما بتتكلفش اي حاجه خالص، وهنقدمهم على ان شاء الله عيش التورتيلا، ومعانا نشوف بيتقدموا ازاي مع الكبابجي واحده واحده كده، ونشوف الدنيا فيه، ربنا هو اللي بيوفق باذن الله. طيب اول حاجه هنعملها، نعمل الكفته كده، ننزل بمقدرها مخرجنا الرائع ونشوف الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه. الكفته بتاعتنا عباره عن ايه؟ مقاديرها. المقادير بتاعتنا، نجيب بس البريسيسور الاول كده، بيكون عندي نص كيلو لحمه مفروم مثلا و100 جرام دهون. وقلنا قبل كده ان ممكن اللحمه بتبقى ملبسه شويه، بس انا عايز الدهون زي الكفته الجملي ما تعملوهاش الا من الرقبه. الرقبه هي اللي بتبقى ماسكه الكفته، ما تطراش مع الصلصه. والكيلو لحمه ياخد 600 رز. تاكلوا كفته جملي صحيح ما تطراش معاكم، وتكونوا واقفين الجزاره وهو بيفرم. طيب بالنسبه لهنا، نص كيلو لحمه مفروم 100 جرام دهون، قلنا عايزين الدهون اللي بتبقى فوق وش الفخده، في الرزبيفه، مش عايزين دهن الكلاوي او كده عشان ما يسيحش وكفته الكش وطعمن على السيخ. 2 معلقه كبيره بصله مبشوره، معلقه كبيره بقدونس لو حبينا، ملح، فلفل اسود، بس مش اكتر من كده زي ما اتفقنا واتكلمنا كتير، ولا نقعد نقول بهارات وسبع بهارات وحبهان. وبالتقديم البصل مع الطماطم مع الفلفل مع السماء زي جماعه الشوام الرائعين. ادي عندي هنا دي الدهون اهيت، وادي عندي اللحمه المفرومه. طيب ده الطرب اهو، لما نجيب طرب نجيبه خفيف، لو كان سميك شويه هنحتاج نبطه بس شويه. نحتاج ان احنا نبطه بالمدق بين كيسين كده ونبدا ان احنا ندقه. دي كمان نقطه. دي بس الملاحظات بتاعتنا. هذا اللحمه لازم تكون بايته، ما جيش اليوم اللي هذبح فيه واقول ما الجزار، ما فيش جزار فيكي يا مصر بيجيب لحمه مفرومه ان هو يعمل لك لحمه مفرومه كبابجي، اسف، لحمه مفرومه من الضاني، استحاله. هو لو معايا دلوقتي اقول لك اه فعلا، ما انا مخلي الخروف هيطلع لي منه قد ايه؟ كام كيلو لحمه؟ طبعا خروف صغير هيطلع لي منه 5 كيلو، لخروف كان 25 كيلو مثلا ولا 17 كيلو. طب هبيع الكيلو بكام؟ مش اقل من 700 800 جنيه، 1000 جنيه، مش اقل من ان كيلو اللحمه ب 1000 جنيه. هو بيجيب بس الدبريهات الضاني، الدبريهات الضاني ده يا جماعه عامله زي حته الذهب للكبابجي. الدبريهات الضاني عامله زي حته الذهب للكبابجي. فالدبريهات الضاني دي بيحطها على اللحمه الكندوز وبتبتدي تدي الريحه الحلوه او تخلي تلاقوا الصباع. مفيش كفته بتتعمل بلحمه حمراء بس، بتبقى عامله زي التفل، تبقى عايز الواحد يبلع معاه شويه ميه، تعملها كده تقطم. احنا عايزين الكفته نعملها كده تتني معانا، تتني معانا. ادي البصل، معلقتين بصل معصورين من الميه، وادي الملح والفلفل بس. حته ان احنا ندي حبهان، جيب راحتك. انا ما بعملش لانشو، واللانشو لما بعمله بديله حبهان عشان بيبقى لحمه ما يعلم بيها الا ربنا. حته ان انا اقعد ادي بهارات والسبع بهارات والكلام، كلنا هنجيب لحمه حلوه، هو الملح والفلفل وشويه البصل، مش اكتر من كده. الباقي ده بتاع حضراتكم بس. واللحمه لازم تبان، ما اجيش انا ذبحت النهارده فرمت انا وانا بس شك على السيخ بتاع اللحمه بتقع. امال لما تخش الفرن هتعمل ايه؟ لازم اللحمه تبقى بايته. لازم اللحمه تبقى بايته. هنبدا دلوقتي عن طريق مفرمه، بناخد الاول الدهون، ضروري طبعا افضي الميه اللي هنا كده، حاطط لي نص كوبايه ميه هنا، وانا عايز اخلص من الميه اللي في البصل. العيال دول عايزين يفشلوني، اتصرف معاهم انت اشرف. ضروري جدا، نسوني الولاد الكلام،
انها لو عندي مفرمه باخد الدبريهات كلها، لو وصلت ان اديت ربع كيلو او 300 جرام للكيلو لحمه دهون هتبقى زي الفل معانا. الاول بنزل بالدهون بتاعتنا كده وابتدي ان انا اطحنها. طبعا لو عندي المفرمه بنزل على طول بفرم الدهون ووراها اللحمه، بس هنا عشان ابقى واثق ان الموضوع بتاعنا جه مظبوط كده انزل بالبصل عشان احل الموضوع ده ويمشي معايا. فلفل اسود وادي الملح. حتى اللحمه لما عينها في الثلاجه شويه اللي هي اتمسكت معايا. قليل الاول عندهم الشوي بالفحم، ما عندهمش شوايه الفحم في البيت. انا ده نعمل اللي انا اعمله ده. هتلاقي اللحمه لما تروح زي حته العجينه، بس يكون كل الكلام ده بايت. وليه مش لازم ان انا اتخلص من الدبريه كله اللي موجود في البيت عندي؟ يعني الدبريه انا ممكن اعبي بتاع 5 كيلو دبريه مثلا من الذبايح على قد كم الذبايح اللي حضراتكم هتعملوها. نعبي الدبريات انصاص انصاص انصاص، بعد كده هتقدر انها تنفعنا. هتقدر انها تنفعنا. وكنت لما بشرح الموضوع دوت على الفيسبوك او اليوتيوب، فقعد الساده الافاضل يقول احنا مش اغنياء زيك يا شيخ محمود بنذبح، الغني هو الله. الغني هو الله. وربنا اللي بيقدر حد على حاجه بيعملها، الغنى غنى النفس وغنى من الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم ما بالعباد غير الله. بس انا طبعا الواحد ما بيحبش ان هو حتى ارد في الفيسبوك او ان انا ناقش حد حتى او اقول له ايه، ولكن كله خير. هنتعكى كده، لازم نتعكى كويس قوي. معاك يا استاذ احمد. في بيقولوا ندي فيها كربوناتو، في بيقولوا ندي فيها بيكنج باودر، ده عشان الكفته تنفش معايا ويبقى شكلها حلو على الفحم. يا استاذ احمد اهلا بحضرتك، استاذنا الرائع. السلام عليكم. عليكم السلام معالي الباشا. أهلاً انا بحيي حضرتك واسره البرنامج اولا. ده لينا الشرف يا استاذ احمد. كل عام وسعادتكم بخير ان شاء الله. سعادتك بالف صحه يا سيدي الكل. حضرتك بترسم لنا لوحه فنيه مش بتعمل لنا اكل بصراحه. الله يكرمك. الله يبارك لك. الله يكرمك يا استاذ احمد، تسلم لي. استاذن حضرتك، عايزين بس ايه، اولا الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن الامه الاسلاميه كلها. عليه الصلاه والسلام. فدي حاجه يعني كده تمام زي الفل كده، مفيش مشكله لحد خالص. الله يكرمك. الله يكرمك ان شاء الله باذن الله. حضرتك عايزين ناخد معلومات بقى عن الاضحيه، ازاي نقطعها، لان انا شخصيا انا اللي بذبح وانا اللي بقطع، ازاي اعرف اقطع الفخر اطلع منها موزه، ازاي اعرف اقطع الريش، حضرتك ادينا كورس كده. طيب انا هقول لسعادتك دلوقتي ايه اللي هنعمله بالظبط، بس ضروري عشان اقطع الريش او ان انا اقدر اتحكم في الذبيحه لازم تبات، بالذات الضاني، الضاني بيبقى طري جدا، فلازم يبات معايا عشان ان انا اقدر اتحكم فيه، بالذات ان انا اطلع الريشه برشتها لازم ان هو يبات عندي. تمام. وكل سنه وسعادتك بالف خير. وسعادتك بكل خير، بشوفهم بيقطعوا كده اللحمه من فوق الريش، مش عارف يعني، ولا بتتقطع كلها مع بعضيها، بشوف الجزارين كده احيانا. لا هو اللحمه طبعا لما الضاني بالذات بيبات، يعني حته الريشه بتاخدها كلها كده. بتاخدها تقنها في التبريد. وبتتقسم نصين ولا بتبقى بطولها؟ لا بتتقسم نصين عشان تقدر تطلع الريش وتطلع، بتاخد الظهر. تمام. يتفرم وبتاخد الريشه برشتها، بس يكون قعدت في التلاجه ما يقلش عن كام ساعه كده. تمام. كل سنة وسعادتك بألف صحة. وسعادتك بكل خير يا فندم. الله يخليك يا سعادة الباشا، تسلم لي، تسلم لي يا رب. لو عندنا سياخ خشب أهلا وسهلا أهيت. تمام؟ عشان بس نبقى، أصل إحنا 80% ما عندهمش شواية الفحم، و80% مش هيعرفوا يتعاملوا مع الفحم. الفحم بيتحط في الشواية لو اشتريناها يعني. كله بنولع واحدة بس على النار، ونقوم واخدينها حاطة، بس هاتوا يعني ما هتلاقوا فحم مثلا بخمسة وبعشرة، وده مش موجود دلوقتي، الفحم بقى ب20 جنيه. هاتوا أغلى نوع، لأن النوع التاني ده هيعذبكم وتفضلوا جنبه قد كده. بيبقى كله شارب مية ويقعد بالتلات أربع ساعات ومش هيولع. هاتوا الفحمية اللي تشيلها تحس إن أنت مش شايل حاجة، مش شاربة مية.
حط كميه الفحم كلها ولعها فحميه على النار حطوها هنا. لو عندكم صفائح سمنه قديمه شيلوا اعملوا وجاء، شيلوا القعده بتاعتها وحطوها على الفحميه دي، هتلاقوه في خلال 10 دقائق الفحم كله ولع. مش نقوم حاطين على طول سيخ الكفته، بقوم فرش النار، مخلي كده جزء على جنب وقوم فرش النار ومخلي النار كده هاديه، بالذات في اللحمه وفي الفراخ. في الكفته انا عايز نار عاليه شويه، بس مش كميه فحم قد كده، لا يا دوبك سطر فحم واحد، وابتدي اشوي وابتدي اشوي. ولما احط السيخ كده تبدا الكفته تتشمع هنا، ما دنيش مستني على ما تاخد وش، هتقوم واقعه لانها بتشد في اللي فوق، اللي فوق ناي هتقوم واقعه. فبقوم عامل ما فيش دقيقتين اقوم عامل كده، فقوم اتشمعت ما عنديش. ببتدي ان انا اتعامل على صينيه ما فيهاش حاجه، لان سالتوني كتير فاضيه اهي، مجرد انها بس ان انا ابقى رافع السيخ كده بالشكل ده. ونبدا ناخد السيخ دي اللي هي السيخ السوري، مميزه شويه، جبتهم طبعا من احد المحلات في العتبه، وبعدين قطعتهم، وكان مديني السيخ في الطول ده كده، فقطعتهم عشان يقدروا يخشوا في الفرن عندي. ونمسك حته اللحمه كده بعد ما تكون باتت عندي زي ما الاستاذ قال لنا كده، ونبدا ان احنا نعمل السيخ كده. عايز اقطع فيه فلفل، عايز اديله هريسه، عايز اديله بقدونس، دي حاجه بتاعتي انا. استاذه فاتن اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. اهلا بيك يا شيف، ازي حضرتك؟ كل سنه وانتم طيبين، الله يخليك. وسعادتك بالف صحه يا ست الكل، تسلمي. وان شاء الله دايما كده بتتحفنا بوصفات واكلات جميله وشهيه. الله يكرمك بوجودك طبعا. الله يخليك. انا كنت عايزه اسالك، لو انا جبت لحمه كندوز عاديه ودهون معاها كندوز يمشي الحال ولا يمشي؟ طبعا يمشي، مش لازم دهون ضاني. ايوه، ما هو ده سؤالي بس، علشان ممكن ما مش بنحب شويه، فبسال هل ده بيمشي؟ كتير كتير ما بيحبوش ريحه الضاني. بالظبط. عارفه لو في ضاني بيبقى مميز شويه، بيبقى غالي شويه، وجربتيه بيبقى حاجه تحفه. في ضاني بيتربى في مزارع مخصوص جاهز للاعياد والاضحيه وكده، وفي ضاني طبعا بتلاقوه واحنا ماشيين كده بتلاقوه بتاع ده، بيتربى على اي حاجه كده، فما بيبقاش ايه الامر، عشان كده تلاقوا ايه الروايح كده مش حلوه شويه. فهي بس اهم حاجه اللي انا هشتري منه، وبعدين زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، يعني انا بحب اتكلم معاكم بحريه شويه، وببقى عارف الكلمه اللي هتطلع مني ايه، ودايما اي واحد فينا بيفكر الكلمه اللي هتطلع معايا. الاول كده شايفين السيخ انا بعمل فيه ايه؟ قلت لكم قبل كده انتوا اخواتي، انتوا عارفين وبكلمكم زي اخواتي، لا انا اعلامي ولا انا في التلفزيون بتاع. النصاب بلا عدل ومع الطماع. النصاب بلا عدل ومع الطماع، يعني ايه؟ يعني ايه يا شيف محمود؟ مش فاهمين. يعني ممكن اجي اقول لك كيلو اللحمه دوت، سيبكم بقى من قايم ولا مش قايم، قايم يعني لسه ما اتذبحش. كيلو اللحمه الضاني مثلا ب 60 جنيه. هوب هات 20 كيلو يا عم. خلاص؟ ومش هشتري وبتاع والدنيا تمام وكده. تأكدوا تماما، ايه السبب؟ ايه السبب ان انا ابيع ساعة مثلا بخمسة جنيه؟ ايه السبب ان في موبايل وماركة وعارفين ان هو ماركة واسم ببيعه ب 500 جنيه؟ ما انا لازم اسأل نفسي، اصل الشعب المصري ده طيب قوي، يعني من اكتر الشعوب اللي هو طيب قوي، عاطفي جدا، طيب جدا جدا، بيصدق اي حاجة بسرعة. بس تلاقي اصل ده في اول واحد اتضحك عليه اخوكوا اللي واقف ده، اخوكوا. فالواحد بيبقى زمان من 20 سنه نزلت في احد الاماكن، واقف بقى البيع عمال يستعرض الموبايل وبتاع، غلبان انا ولا فاهم حاجه، بكاميرا لسه صغير، الكلام ده من 20 سنه تقريبا. لا اكمل القصه حبيبي عشان ما انساش. هو مش مصري على فكره اللي كان واقف. وبعدين خدته منه عيني، وانا انت عارفين ولادي ومراتي بتتريق عليا لغايه دلوقتي واخويا، لان انا اللي غمست له وقلت له تعالى انا هشتري منك. بكام؟ ب 700 جنيه. اديتهم وخدته، وبعدين رحت اشتري له شاحن. قال لي شاحن ايه ده؟ ما فيش مكان للشحن. قلت له ايه؟ قال لي ده ساتلايت. قلت
تضحكوا؟ قالوا بتضحكوا؟ اه استاذ المصريين بيضحكوا. قالوا ده ساتلايت. يعني ايه يا عم ساتلايت؟ مش فاهم. قال لي لا لا ده مش موجود الا في امريكا، ده بيشتغل على القمر الصناعي. وجريت جري ادور على الراجل ولا لقيته. خلاص لقيته بعد شهر، بس قال لي لا ده مش انا، ولقيته بيتكلم باللهجه بتاعتنا يعني. فعايز اقول لكم ان الواحد يبقى مركز كويس قوي. بعد كده الواحد فهم وتعلم ان ما اجي اشتري الحاجه او اي حاجه ده بعد عمر يعني لازم يركز ويشوف هو بيشتري ايه وبيعمل ايه وما يبخلش ابدا. مين اللي معايا؟ عفوا استاذه شيماء، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. مساء حضرتك. سمعت انت قصه الموبايل يا شيماء؟ ها؟ لا. سمعت قصه الموبايل؟ لا ما سمعتوش. انا بطلت التلفزيون خالص. الحمد لله يا رب ما يكونش حد سمعني بس. معاك يا ست الكل اموري. وسعادتك بألف الصحة وألف خير يا رب. تسلمي لي. بعد إذن حضرتك أنا عايزة عجينة العيش باللحمة. أه الحواوشي؟ طيب ممكن أعملها بكرة. حاضر. طب بعد إذنك بس يا شيخ محمود، أنا لما أعمله في الصدوق بينزل زهون والعيش بيبل مني، العجينة بتبل مني. تمام. عايزة حضرتك لو عملتهولنا الله يخليك يا شيخ محمود. طب حاضر، بس المفروض السجق ما بينزلش مية، بينزل دهون. ايوه بينزل دهون. لما بطلعها من الفرن بتبقى بقى سايبه كده ومقطعه. سوي السجق الاول مع الفلفل والطماطم واحشيه وهو محشي وهو مستوي. ايوه بس كده يا ست الكل، ولا يهمك من حاجه. ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيب. اموري اوامر، انا تحت امرك، انا تحت امرك. هنبدا. اطلع يا سيدي. حاضر يا استاذ احمد. هناخد فاصل الاول دلوقتي ونرجع بعد الفاصل نشوف بس هنقدم الكفته دي ازاي، ونشوف ان شاء الله الكفته تقعد معانا على السيخ ما تقعش وان شاء الله تطلع مميزه ليكم. هناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل دخلنا الكفته. ده طبعا احنا عرفنا طريقه الرقاق الطري وعملناه. بنبدا نحط طبعا كده بالشكل ده وبعدين نشوف. هات لنا هنا برضو كده شيف محمود عشان نبقى ايه نخلص اللي تغلب والعبه. شايفين الدنيا عامله ازاي؟ ها نجيب بقى بصلايه كده عشان نبقى احنا جاهزين الاول للتقديم بتاع الايه، للتقديم بتاع الكفته. هنقطع كده بصل شرايح. السمنه موجود عند العطار، لو حبينا نقدمه بالصوره ديت، لو حبينا نقدمه بالصوره اللي هي الشاميه بالشكل ده. وبعدين شفنا، وبعدين كفته عندي طبعا في الفرن بتبقى على اعلى نار. لو عندي نار من فوق ومن تحت نشغل نار من فوق ومن تحت. عندي نار من تحت بس مفيش اي مشاكل. عايز اخدها على الجريل يا اهلا وسهلا. ادي السماعه اهو، بس يكون سماء اصلي يا جماعه، ما يكونش هما جايبين البذر بتاع الرمان وطحنينه بيبقى خشن. تمام تمام يا شيخ. ناخد الجزئيه دي كده نحط لنا كده عشان يبقى كله جاهز على بال ما اجيب بقيه الايه، بقيه الشغل بتاعنا. وادي البقدونس اهو، وادي البقدونس اهو. وبعدين يا شيف محمود وادي الطماطم. تبقى الصوره دي مميزه شويه لما نيجي نقدم. وادي الفلفل. حاجات بسيطه كده، القعده اللي احنا بنعملها دي بتبقى من الحاجات المميزه جدا ساعه التقديم. وطبعا الشوي على الفحم بيبقى اسرع كتير من الفرن، تبع نوعيه الفرن، تبع نوعيه الفرن اللي عندي. يلا يا سيدي تعالى لي كده بالشكل ده. طبعا كله بيستني سكاكينه دلوقتي عشان الايه، الدبح. وادي كده ده بيتاكل مع العيش زي ما شفنا. حطيت ايه؟ حطيت بصل، دعكته بالسماء الاول، بيدي مهزازه وبيدي طعم مميز جدا.
وادي كده وادي كده عشان كل ده بيتقلب مع بعضه، وادي كده وادي كده وادي كده جزء وادي كده. بعد كده هنقلب الكلام ده كله عشان يا دوبك هنروح نطلع الكفته عندنا ونشوف الدنيا فيها ايه، ونشوف الدنيا فيها ايه، فيها كل خير ان شاء الله. هنحط اللحم بس، بنحط اللحم بس. ادي المعلقه اهيت، ادي الطماطم. مش عايز احط الايه البذور، مش عايزها ايه، لا تبوش لي الدنيا ولا حاجه. واو. وبعدين سلطه الطحينه بتاعت الكبابجي اللي احنا بنتكلم عليها ديت يا جماعه عباره عن انها بيدي مثلا في حدود كوبايتين ميه معلقه كبيره دقيق، نقول تاني كوبايتين ميه معلقه كبيره دقيق، معاها توم ومعاها خل. تعال لي كده وتعال لي كده. معاها توم ومعاها خل، كزبره، كمون، بتلاقوا بقى الريحه تحفه، وبيدي شويه طحينه بساط. بالنسبه لبابا غنوج زي ما احنا شايفين كده بشوي البتنجان شويه في الفرن. طالما انا فاتح الفرن بدخل البتنجان يبدا يتشوي مع البصل، حلاوتها مع البصل بالشكل ده، ينزل في ميه ساقعه اقدر بعد كده ان انا ايه الاخبار. اوبا مفيش اي حاجه حصلت، ها الدنيا لسه بخير. تجيبها بوب ولا اقفل يا بوب؟ ما تخلص يا حبيبي، هتلاقي لون اللحم فاتح. مين مع برديس؟ مع برديس. هتلاقي لون اللحم فاتح، كل ما اديت دهون كل ما كان لون اللحم فاتح وبيخش على الاحمرار خلاص، وفي نفس الوقت بتبقى طريه. لو كانت اللحمه حمراء صافي بتسود وبتبقى خشنه، بتسود وبتبقى خشنه. يلا بينا نشوف الطرب، يلا بينا نشوف الطرب. هات لنا كده البلانشه كده شفنا، ايه رايكم ناخد الطرب على الجريلا؟ مفيش قدامنا الا كده، يعني احنا ينفع ناخد على الجريلا يا شيف محمود، وينفع ناخد على الفرن، وينفع ناخد على الفحم؟ طبعا طبعا. ادي كده بناخدها بقى احنا كده، زي عارفين بيتقسطوا الكرنب ازاي؟ نفس القصه، وكده وكده. ما ولازم الطرب يستوي يا جماعه، لازم الطرب يستوي كفايه. هات لي دول كده وتقلي لي كده. ولعت انا الجريل عندي، بالشكل ده اهو، ونبدا ناخد. ممكن احطه جاء في كل فرن واحد طرب، وابدا بعد كده اربطه، وابدا بعد كده اربطه زي المنبار، هيديني شكل مميز جدا اهو. هات لي ده كده عشان ايه نبقى فينه. بيتشك ازاي بقى في السيخ؟ ما بيتشكش كده كده، لا بيتشك كده، بيتحط الطرب بالشكل ده. هات لنا كده يا سيدي اهو. اربط كويس يا مساء الحظوظ بالشكل ده اهو. هات لي دي كمان كده شفنا، عشان خلاص على وشك الكفته. نفس القصه كده، وهات لنا كده، ونعرف انه بننزل دهون بكميه ولازم يستوي، ما يطلعش لونه ابيض ابدا. وادي كده، مش لازم ان انا اشكله كفته، هو هيشكل روحه هنا. تعال لي كده، هات لي الكفته كده والسماء كده، تعال لي هنا كده. وادي كده من اقيم انواع المشويات هو الطرب. سعرات حراريه عاليه ما نكذبش، شايفين بشك ازاي؟ واهو سعرات حراريه عاليه، بس انا لما اخليه ينزل كل الدهون اللي فيه بيبقى ميه بس، نقدر ناخده يوم الفري. طبعا لو كان سيخ كان هيبقى زي الفل. هات لي كده الجريلا، لو على الفحم اهلا وسهلا، الجريلا تكون شغاله عندي او صينيه دهنها ماده دهنيه يا اهلا وسهلا. بالشكل ده، هات لي واحده كده من هنا عشان على طول هنروح بعد كده نطلع الكفته ونيجي كده. عايزين نشوي الكفته ديت على الجريل
برضو مفيش اي مشاكل ابدا. كده انا مني بقفل اهو كده الدنيا بقت عندي تمام. سنة زيت بس صغيرة. ليه؟ انا مش محتاج ادي زيت بس مش عايز يلزق في الجريل عندي. واو. وممكن ادخل الكلام ده التلاجة وقت الشوي ابدا اشوي زي ما قلت لحضراتكم. ممكن اشوي على الشبكة. يلا بينا. ايه الاخبار؟ لازم تكون سخنت قوي. يلا يا سيدي. ويلا يا سيدي. اهو. ولازم يستوي كويس قوي بياخد وقت سوا حلو. يلا ارفعنا اللي في الفرن يا شيفنا. يلا بينا. يلا بينا يلا بينا. شايفين اللون اللي خدته معايا اللحمه؟ ها ايه الاخبار؟ نحطها كده قصاد مخرجنا الرائع واخده لون احمر رائع. ده بيجي منين؟ بيجي من الدهون. جه منين؟ جه من الدهون اللي احنا حطيناها. تمام؟ سهله كده الدنيا؟ سهله الدنيا. يلا يا سيدي تفك. نحاول نفك. طبعا انا مش سخن على ايدي طبعا. تمام؟ ما خافش ابدا من الطرب اللي قدام، هتلاقي الصباع طري، الصباع طري من الدهون اللي فيه، من الدهون اللي فيه. يلا يا سيدي. وبعد ما نغرف دوت والطرب عندي بيستوي هنبتدي. انا بالاول بفك من هنا عشان ما بقاش ايه ماسك. السيخ ده مسته ان الكفته بتقعد عليه. السيخ اللي هو الايه؟ العريض ده. نزلي بقى مقادير الطحينه كده استاذنا العبقري الاستاذ احمد الغالي. انا حسيت ان النور قطع. تصور انت معايا يا استاذ احمد؟ البث شغال. يلا بينا يلا بينا. صوت الطحينه هي يا جماعه كده نشوف الدنيا فيها ايه وعلى ما. واحده واحده كده. معلقه كبيره من الدقيق. ايوه كده صح. كوبايه ميه. ثلاث معالق كبيره من الخل. عصير ليمون. ملح وكمون وشطه وكزبره. معلقتين كبار من الطحينه. معلقه كبيره من البقدونس. يلا بينا. ما انا قلت لك مره طلعت مكاني يا احمد. حبيبي يا حماد. يلا بينا يلا بينا. تعال نشوف كده الدنيا فيها ايه كده مع بعض وعلى مهلنا خالص. يلا بينا. بنعمل ايه؟ ادي معلقه دقيق بالشكل ده. مدام ولاء اهلا بيك يا استاذتنا الغاليه. ازيك يا شيخ محمود؟ كل سنه وانت طيب. سعادتك بألف صحة. تكون على عرفات كده. جمعا يا رب. جمعا يا رب مع سعادتك كده والاخوة. ربنا يخليك يا شيخ محمود. الله يكرمك. الله يكرمك. ربنا يخليك. شيخ محمود ينفع ان انا الكفته افرمها عندي على المفرمه والسين واحط لها رغيف عيش باسل؟ لا 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 أكثر. لا هتبقى معجنه. لا كده بعدنا عن الكبابجي خالص. كده بعدنا عن الكبابجي خالص. خالص. تمام. طيب انهي حته في اللحمه اعملها كباب يستوي عندي بسرعه؟ يعني اتبلها واعملها كباب يستوي عندي في البيت؟ طبعا هي الفليتو. طبعا الفليتو بالظبط. طيب ماشي يا استاذ محمود. امور اوامر لينا. ربنا يخليك لينا. الله يخليك لينا. تحت امرك ست الكل. ما تنساش وصفات الجلاس يا استاذ محمود بعد العيد. اوامر يا ست الكل. تحت امرك. ربنا يخليك. ربنا يخليك استاذ محمود. ادي الخل. ادي الملح. انا حطيت الدقيق. ادي الشطه. وعلى فكره بتبقى تحفه. انا بحب اكل سلطه عشان بس لو في اي حد. بس الكبابجيه بتاع مصر يا جماعه معظمهم اصحابي.
تعرفيني بروح اقعد معاهم واشرب، بس هم والله ما بشتري منهم حاجه بدفع فلوس، هم بيذبحوني عشان انا الشيف محمود بقى، وايه الراجل ده بياخد 3-4000 جنيه في اليوم، بس ايه خليها على الله. هنبدا ننزل كده وننزل على النار، هيبدا الخليط ده يتقل عندي شويه، الخليط ده هيتقل عندي شويه، هيبقى عامل زي الطحينه. هنطلع الفاصل دلوقتي، نرجع بعد الفاصل يكون الخليط تقل معايا ونشوف ايه ونغرفه ونكمل مع بعض. فاصل اهو بحضرتك. زي ما شفنا كده الخليط بقى عامل ازاي، توم مع الخل، الطرب عندي لازم يستوي، شايفين منظره عامل ازاي. ننزل معاه قطعه بصلايه برضو كده، تمام. هنبدا ننزل بمعلقه طحينه واحده، ليه؟ هو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يقتصد في موضوع الطحينه. تقل الخليط معايا، بص بقى عامل ازاي، قفش تماما. نجيب شويه ميه ونبدا ننزل، شايفين؟ عايز اوريكم الخليط الاول عامل ازاي، بصوا الخليط عامل ازاي الشكل. نبدا بقى نديله شويه ميه بصات كده ونقلب بالراحه بس بالشكل ده. ده يا شيف محمود هيدي نفس الطعم. ما هي الطحينه عباره عن سمسم، ما ممكن معلقه دي، بس هو جمالها طبعا الاصل بالسمسم، وتلاقوها عامله كده اهي. احنا حطينا على الخليط ده يا جماعه معلقه طحينه واحده، مفيش بعد كده شفنا، تمام. وكده وادي الكمون اهو، واو، وخلص الموضوع بتاعنا على كده. نقرب ده كده، نقرب ده كده. هنبدا بسرعه دلوقتي، تعال اول نغرف الطرب. اللون بتاعه لازم يبقى كده، وادي الفلفل مشوي، وادي الطماطم، وادي البصله. ونقرب كده الخليط ده هنا كده، اللي انا بشيل عشان ما امشيش بالطرب المسافه دي وبقع الدنيا. وادي كده عندي بقيه الطرب، عملنا طبقين مميزين طبعا اهوت. الطرب ده بيدي نعومه، وطبعا زي ما اتفقنا اللي عامل دايت او عامل حميه غذائيه او اي حاجه يبقى عارف كويس قوي ان انا ابعد عن الطرب شويه، مفيش داعي ان انا اكل من الكلام دوت، اكل بحكمه شويه عشان ما اجيش الاقي نفسي بوظت الدنيا. اما لو كان يوم فري زي ما اتفقنا، كل زي ما انت عايز، كل زي ما انت عايز، تمام. تمام، ارفع بقى كده، وادي الطحينه كده عملناها، وادي الدنيا. هنبدا نجيب ادي البتنجان في الخلاط او في البروسيسور، اتشوى في الفرن مع البصل المشوي. بدخل البصل المشوي بقشره عشان القشره الخارجيه تحافظ لي على لون البصل ويفضل فاتح بالشكل دوت، تمام. هنبدا ننزل كده بالشكل ده، وبعدين شويه طحينه بصات قوي. انا عايز احس بطعم البتنجان، وادي شويه الخل، ملح، كمون، شطه، سنه بقدونس، واطحن الكلام ده طحنه بسيطه، مش عايزه يبقى مهلبيه، مش عايزه يبقى مهلبيه. كده خلصنا الموضوع بتاعنا كله. الفرن وانا مشغله اقدر ان انا في اي وقت من دلوقتي، من دلوقتي، بصوا فضل دي على عيد، من دلوقتي الفرن شغال عندي، اقوم جايب 2-3 كيلو بتنجان انا شخصيا
لو نزلت لي بابا غنوج باكلش الا بابا غنوج بس، مش عايز اي حاجه تاني. هنا عم جايب 2-3 كيلو من البتنجان واشويهم واقشرهم وادخلهم فين؟ الفريزر، وطلعهم في اي وقت. مدام سماء اهلا بحضرتك استاذتنا الغالية. السلام عليك يا شيخ محمود. عليكم السلام يا ست. ازاي سعادتك يا استاذ محمود؟ ازاي سعادتك انت يا مدام سماء اختنا الغالية؟ الله يكرمك. ايه البابا غنوج الجميل ده؟ ده بعد ما عندكم يا ست الكل. ربنا يخليك. طب قول لي يا شيخ محمود، لما نحط بقى البتنجان في الفريزر ما يجلدش ولا حاجه؟ ما انا شويته بقى خلاص. ما هو مشوي بس من غير ولا تتبيله ولا حاجه. انا حطيته في اكياس ودخلته الفريزر على قد الوجبه. تمام تمام. ما هو المطاعم ما بتشويش اول باول، بيعملوا السلطير اللي هناك بيعمل 5 ولا 10 كيلو بتنجان. تمام. ويبدا يا ست الكل ان هو يطلع من الفريزر اليوم اللي جاي فيه، ويبدا ان هو يتضرب عادي وهو مجمد يا شيخ محمود. عادي خالص، ما هيفك منك بقى يعني، انت هتفكيه الاول. زي ده يعني بتاع البقلاوه بيبقى فارد العجينه في الفريزر تقعد معاه بالاربع شهور، مش عجينه البقلاوه، البقلاوه العجينه البدائيه للبقلاوه، فمفيش حد هيجي يبدا من الالف. طيب استسمعك في شيء، اسال تاني يا شيخ محمود معلش. 10 اسئله. ربنا يخليك. الممبار ده يا شيخ محمود علشان وانا بسلقه بلاقيه بينزل الرز في الشوربه، ايه المشكله دي؟ لما الميه تغلي اقفلي المكان اللي حضرتك فتحتيه عشان تحشي منه اليمين والشمال، تقومي قافلاهم كويس قوي الاول، لما تنزليهم في الميه المغليه البوز دوت هتلاقيه قفل. تمام. هتلاقيه ايه؟ قفل. بعد كده تقوم حضرتك ابتدي ان انت تنزليه وعلى نار هاديه، هيديكي نتيجه مميزه ان شاء الله وانت مميزه. بس الاول يا شيخ محمود الميه تكون بتغلي وبعد كده اوطي عليه. المايه تكون بتغلي وبعدين توطي عليه، هيطلع منك زي الفل يا مدام سناء. ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. انت شاطره، احنا بنتعلم منك طبعا. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. لاحظوا هنا حاجه في بابا غنوج لما عملته خشن، كان ممكن اخليه مهلبيه في الخلاط او في البريسيسور، لا انا عايز احس بطعم البصل وطعم البتنجان، وده الشيء المميز اللي هو في الاكله هتحسوا بيه. طبعا اصول البابا غنوج والطحينه والحمص، الاصول بتاعتها بصراحه والواحد ياكلها من ايد الشوام، لبنانيين وسوريين مميزين بصوره غير عاديه في الموضوع دوت. فلما كنت بقعد معاهم فكان الحمص حتى يقولوا لي ايه بيسلوه في ايه؟ بيسلوه بيديله كربوناتو، معلقه كربوناتو صغيره. 3000 واحد دلوقتي يقول لي كربوناتو غلط، انا معاك، انا بحكي لك الراجل كان بيقول لي ايه؟ الكربوناتو بيهريه. يبدا بعد كده يضربه هو في الخلاط، ينعم تماما مع الطحينه. انا عايز اقول لكم ان انا جايب علبه طحينه صغيره، ده اللي فاضل منها. بصوا كده على الطحينه اهي، بص يا ابو حميد كده، ده اللي فاضل منها. خدنا معلقه على البتنجان، خدنا هنا بصوا السلطه عامله ازاي هنا عندي اهي، شايفين السلطه عامله ازاي؟ خلاص كده ان شاء الله. استاذ خالد اهلا بحضرتك استاذنا الرائع. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام يا سعاده الباشا. الله اكبر، ايه الروعه دي يا شيخ محمود. ربنا يكرمك، الله يحفظك يا رب. بسم الله ما شاء الله عليك يا شيخ محمود. الله يكرمك سيدي كل بدعي لك بالصحه والستر وراحه البال، ويوفق لك دايما اولاد الحلال، ويحسن بين ايديك باكرم الافعال، ويحسن لسانك باحكام الاقوال. الله يخليك يا رب. حبيبي يا شيخ محمود، سؤال بقى يا شيخ محمود سريعا كده. قول لي يا حبيبي. حضرتك حطيت نسبه دهون في الكفته صح؟ جميل قوي. طب هل ينفع بقى نسبه الدهون دي لو انا قللتها مثلا للنص وحطيت معاها ماده ربط ثانيه بحيث ان انا امسك برضه كفته ما تقعش من على السيخ، ينفع ولا لازم النسبه دي نحترمها؟ هي الدهون مش لانها ما تقعش. هسمع حضرتك بقى في التلفزيون وهقفل مع حضرتك. شكرا يا شيخ محمود. طيب جميعا، السلام عليكم. سعادتك بألف خير. هي الدهون هنا انا ما حطيتهاش عشان ما تقعش من على السيخ وبس. اللحمه او الكفته عايزكم تبصوا فيها كده، بصوا بتاخد وبتدي معايا ازاي؟ طرية. عايزكم معلش يا استاذ احمد قالت لي كده، طرية معايا. لو كانت اللحمة دي حمرة صافية يا استاذ خالد هتقطم، شايفين بتتني ازاي؟ شايفين؟
معناها انها طريه في الاكل. ده الفرق بين الكبابجي تلاقوا لحمته لا يقال عليها وريحه لا يقال عليها، ان اللحمه واخده دهون كتير فتلاقوا في طراوه في الاكل. اما اللحمه الحمراء تيجي تاكلوها بقول لكم بتبقى عامله زي الطفل وعايزه ميه او مياه غازيه عشان الواحد يقدر ان هو يبلع. فهي دي القصه بس وهي دي القضيه. انا بشكركم جدا 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 جدا، يا رب ان شاء الله نكون ادينا ولو ملي معلومه، معلومه من هنا معلومه من هنا معلومه من هنا، الدنيا بتمشي كلها. القاكم في حلقه قادمه، السلام عليكم ورحمه الله.